يسألني يا جماعة شنو حاب تطلب؟ لو كنت في هذا الموقف شنو حاب تطلب؟ معناته مو حلم يا جماعة. وجود العصير معناته مو حلم. يا جماعة اليوم جايينكم بلعبة غريبة جدا. تخيل انك فجأة تلاقي نفسك في جزيرة لوحدك وما في اي حد معاك. في هذه الجزيرة تبين انك تهلوس وتشوف مطعم غريب. وانا عارف الحين وانا قاعد اشرح لك انت مو فاهم ولا شيء، لكن لا تنسى انك تضغط زر اللايك وتشترك معنا في القناة وتفعل زر التنبيهات. فهذه اللعبة يا جماعة قدامنا، خلينا نروح نيو جيم ونبتري مع بعض يا جماعة فيها. هذه الجزيرة اللي انا قاعد اتكلم عنها، جزيرة بسيطة في وسط البحر. انا جابني هني حرفيا والله العظيم يا اخوانا ما ادري. هذا على طول القارب حقنا مفروض ايوه بسم الله شراس الخربان هذا قوم قوم يا عم انت ماذا شابك هني صحة الو بسم الله طالع يمين طالع يسار ايش فيك طالعنا بهالطريقة زين ها قوم يا عمي ايش فيك والله منصدم الحبيب طالع يمين طالع يسار ايوه اكتشف الكارثه هي انه موجود في هذه الجزيره بسم الله الرحمن الرحيم انزين انا بعرف ايش اللي جابه هني وش كان يسوي بالضبط عشان يوصل لهالمكان هذا على طول يا اخوان اسم اللعبه الحين البدايه الفعليه فعندنا اول مهمه المهمه الاولى حاول انك تلقى لك شيء تاكله شنو الشيء ناكله على طول جوز الهند في جوز هند اقدر اركب والله اقدر اركب يا عم اقدر اركب ولا لا ثواني اركب ايوه ليتس جو اخذنا يا جماعه جوز الهند الحين كيف اكل ولا مو شيء اللي يبون ناكله المهم عندنا هذا اوبن ذا بوكس اي بوكس اللي بفتح بوكس هذا بالطريقه ببتري اصيد ارمي على السريع يستهبلون على شنو هالمس دقيقة يلا ننتظر اسحب اضغط راح راح يلا لا صدنا ليتس جو يا جماعة ابشركم صدنا سمكة ليتس جو بعد ليفل 2 اسحب راح اسرع يا ليفل 2 راح ليتس جو يا جماعة يا عمي اسرع اسرع روح ليتس جو صدنا سلمون الحين يعتبر اننا خلاص معاي شيء اكله ومعاي شيء اشربه الو ايش قاعد يصير؟ اوكي معناته ان اتوقع اني سويتهم بهالطريقه اكلتهم اوكي معناته اتوقع اني اكلتهم ايش في وجهك؟ ايش في وجهك بهالطريقة؟ والله وجهك تعبان بطني لا بطني بطني يا جماعة بطني أكيد بطني ما أدري ايش قاعد أسوي أنا صدت كل أنواع السمك وأكلتهم لا مات خلصنا اللعبة يا جماعة مات ما ايش أسوي؟ نايم ها ولا ميت ولا بطنه ولا ايش في هذا الحين؟ صح 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 دقيقة ما مات ايش قاعد يطالع؟ اوكي عمي وجهك ايش هالوجه ايش قاعد تشوف ها هذا الشيء اللي اتكلم عنه يا جماعه فجاه انا في وسط البحر الاقي مطعم قدامي باسم اللعبه معناته البدايه راح تكون هني طالع شنو ها شكله يا جماعه من الجوع صدقوني يا اخوان من الجوع هذا ولا واحد في وسط البحر فجاه يلاقي نفسه مطعم دخل المطعم يا جماعة ما في ولا إنسان غير الموجود هني اللي يبيع أيوة هاش وضعه وجهك هذا يا أخي وجهك مو عاجبني والله يقول لي good evening sir and welcome to Manny's اسم المطعم يعني يسألني يا جماعة شنو حاب تطلب لو كنت في هذا الموقف شنو حاب تطلب أنا حاب أطلب أروح بيتنا شنو هذا؟ وش راح أجاوب عليه؟ وش راح أجاوب؟ عمي جاوب إيش في هذا مهبول؟ شوف وجهه قاعد يطلعون بعض
هلو سير يا عمي جاوبه. قاعد يتأكد قاعد يتأكد هذا إنسان حقيقي ولا لا؟ هذا شو وضعه بالضبط؟ انت وجهك شفيك؟ بسم الله شفي هذا؟ والله هذا اللي وجهه يخوف مو ذاك. شفي بيصيح؟ يسألني هل انت بخير؟ وش المشكلة؟ يعني وش فيك بالضبط؟ ما فيني شيء. وات؟ يا طيب ها؟ ايش السالفة؟ ما تعرفه ترى الرجال قاعد يشتغل هنا يقول لي الحبيب انا ما ادري ايش قاعد يصير بالضبط بس هذا ترى المحل يعني اسمه مانيز يا طيب زين ممكن يعني تتباع حد زين ما في احد يا جماعه موجود هنا ما في هواتف ما في شيء يقول لنا يعني المفروض ان انا اقدر يعني اساعدك فهدي يا طيب يقول لنا يعني انت كأنك يعني تتضور جوعا يقول الطريقة الوحيدة اني اقدر اساعدك فيها واني اعطيك شيء تاكله يعني فوش راح يكون الاكل زين وانا قاعد اطالعه وانا قاعد اطالع كاني مجنون شفيك قاعد اطالع فوق انا قاعد اطالع منيو زين خلي الحين يفكر بالمنيو الظاهر ان بطلنا ما يتكلم هذا بس اللي قاعد يتكلم زين قاعد يشوف يا جماعة وش ناكل وش الشيء اللي ممكن يكون لذيذ ايه هذا وضع طبيعي يا جماعه مش راح نجاوب عليه الحين ما في اسعار زين يقول هذا شيء زين ما في اسعار يقول ان انت دفعت اوريدي يعني انا دافع ما دفعت ما دفعت انا زين لازم اختار الحين نختار برجر ولا نختار نجت لا نبي برجر يا حبيبي برجر يا بوي عطني برجر يقول لي بس يعني انتظر شوي ان شاء الله وراح يجهز الاكل وراح الحبيب المفروض يسوي لنا الاكل واحنا قاعد نطالعه انا قاعد نطالع شنو قاعد يطالع المكان يقول ايش سالفه انا ايش اللي جابني هني وش جاب المطعم الغريب هذا في المكان وليش اكله مجاني الحين خلاص المفروض انه جاب لي الاكل انا شوف يا جماعه طلب حقي موجود تحت والله طلبنا يا جماعه موجود شكرا شلون سويت ما عندك احد يشتغل معاك يقول لي خلاص استمتع بالوجبة حقتك مشكور خذ طلبك وروح خلنا نشوف شو السالفة خذنا على طول يا جماعة الأكل والحين قاعد طالع وين أجلس ناكل برا ولا ناكل هني شو نسوي قاعد طالع المطعم أوكي خلاص قرر إنه يجلس في هذا المكان ويبتدي يأكل وجبة حقته بتأكل ولا شنو قاعد طالع اختفى ألو وينه؟ وين راح؟ يا عمي هذه أكثر لعبة غامضة في العالم، وين راح؟ شنو؟ تاكل؟ شماها في البداية حقيقية ما فيها سم بدي أكل وأنا جعت يا جماعة حابين أطلب لي برجر قاعد تاكل الحين يا عمي بوزك لا تعضنا بس زين خلاص بدي ياكل والدنيا حاليا ظلام انزين بعد ما اكلنا وش صار وش صار ليكون قاعد احلم يا جماعة الضارنا بعد ما عورني بطني بديت احلم في المطعم تو صحة يلي انا قلت يمكن يكون حقيقي الموضوع طلع لا توا صحى قاعد اشوف وراء المطعم موجود ولا لا ما في مطعم انت موجود في الجزيره الغريبه هذه اللي انت ساكن فيها اللي ما ادري ايش جابك فيها اصلا زين شنو وش قاعد يطالع شيء بس ما ادري شنو هو انا معاكم ترى ما ادري ايش موضوع اللعبه ها؟ معناته مو حلم يا جماعة دقيقة وجود العصير معناته مو حلم مش قاعد يطالع الحين هو مصدوم يا اخوان تدرون ايش معناته مو حلم معناته ان الجزيرة اللي هو موجود فيها حاليا مسكونة الحين لازم احاول
أشوف لي طريقة تخليني أخلي أحد يعرف أن أنا موجود في هذه الجزيرة، اللي ممكن الناس يمرون بطائرة بشيء يشوفون أن أنا موجود، فلازم أحاول أبحث عن طريقة تخلي الناس يعرفون أن أنا موجود هني. فما أدري كيف راح أقدر أسوي. بس دقيقة يا عم، الموسيقى تخوف، والله الموسيقى تخوف. لا هذه ما تساعد. زين شلون السعف؟ لا السعف ما يفيدني، لازم أحاول أشوف لي الحين شيء يخليني أقدر أن أخلي الناس يعرفون أني موجود. هذيلا، أيوة، نجمع السعف، ممتاز. نروح الحين للأشجار، بس نشيل مع بعض للسعف اللي موجود، يمكن الجهة الثانية يكون فيها سعف بعد. أحلى شيء يمدينا نركض. ما في سعف والله، إلا إذا هذا يمدينا أن احنا نشيله. ما يمدينا نشيله. هني في سعف زيادة. أوكي، شيل شيل شيل. أوكي، هذه بعد واحدة. تمام يا جماعة، جمعنا كل السعف أتوقع اللي راح يفيدونا في الموضوع اللي لازم نسويه الحين، وهو موضوع أن احنا نحاول نسوي إشارة تخلي الناس يعرفون أن احنا موجودين. فكتبنا على طول، كتبنا أتوقع SOS إذا ما خاب ظني، يعني مثل النجدة يعني. أيوة، اللي باين يا جماعة إن كل ما يجي الليل المطعم هذا يرجع. شيء غريب ترى، أنا أتوقع إني قاعد أهلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، الباب مسكر ولا يفتح؟ أوكي يفتح بس ثقيل شوي. وهذا منو؟ هذا منو؟ وش في متوتر؟ والله ما أدري. السلام عليكم، اسمه تايلر. السلام عليكم تايلر، ايش فيك اليوم؟ يقول لي ويلكم باك، يعني مرحبا بعودتك على طول للمطعم يعني الخاص فيهم. المهم خلنا نشوف اليوم. يقول وش تبي اليوم؟ اليوم اقدر اسولف معه واقدر اني اخذ الاوردر. يا عمي انا ما اعرفك ولا بعرفك، عطني الاوردر حقي. فخلاص اليوم راح نسوي الطلبيه حقتنا. فيقول لي انت مستعد؟ ايه مستعد. فكالعادة بطالع على طول اللوحة فوق وبختار الطلب حقي. دقيقة، يقول لي دقيقة ثانية. شنو؟ يقول لي أنا آسف، اللي ظاهر إن أنت ما دفعت. أدفع وين؟ مين؟ شنو يا عمي؟ أنا في وسط البحر، إيش أدفع لك؟ هذا شنو اللي عطاني إياه؟ يبين عندك يعني فلوس كافية إنك تتبرع فيها. ها؟ شنو هذا اللي مكتوب هني؟ وش صاير بالضبط؟ الظاهر إني بس أروح وآخذ هاي الورقة واكتب اي شيء واحط الورقه على طول، يعني الاطفال بيحبونها. ف ممكن يعني تسوي هذا الشيء وتكتب عليها. أوه لا 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 لا، شنو اللي اسف في شيء يعني غلط انا قلته؟ دقيقه، لا هدي، لا ثواني، خلي الرجال، خلي نحاول نفهم. دقيقه، انا مو فاهم شيء لحد الحين. يقول تشوف ذاك الجدار موظف الشهر. يا حبيبي انت موظف لحالك، شنو موظف الشهر؟ شوفوا يا جماعه صورته، كل شهر هو موظف الشهر اكيد، يعني 8 شهور ورا بعض يقول انه موظف الشهر. هو يعني فخور بنفسه يعني بالشيء هذا، وعنده يعني القدره على التعامل مع شكاوي العملاء، ورضا الزباين يعني امر يهمه بشكل كبير. لكن الظاهر ان هذه المشكله يعني ما قدر احلها. اذا ما دفعت ما راح تحصل اكل. افا حبيبي انا الحين تورط يا اخي، ليش المره طافت اعطاني وهالمره لا؟ ولا لازم اسوي شيء معين عشان يعطيني اكل؟ يضربه والله شكله. اوكي وش اللي اوكي؟ بتعطيني اكل ولا لا؟ خلني اسالك، منو هو؟ منو شنو هذا؟ شنو؟ ما فهمت ايش صار. يقول انت اوريدي دفعت حق وجبه. انزين من اللي دفع حق دقيقه، في احد كان معاي؟ دقيقه توني احاول استوعب شلون هالشيء صار. وانت جوعان؟ ثواني خلنا احاول استوعب، في شيء صار انا ما ادري عنه. دقيقه قاعد احاول استوعب. انزين عطشان، كان في عندنا ماي هني وكان في سكين. انزين سكين، هذه اعتقد انها سكين والله اعلم. اخذت السكين وعلى ما يبدو اني خلصت على احد، وهذا الاحد شكله تحول لبرجر، وهذه البرجر اكلتها يا جماعه الظاهر.
ما أدري بس أتوقع السيناريو بهالطريقة صح؟ تكفى قول السيناريو مو صح بليز بليز قول لي السيناريو مو صحيح قول الناس اليائسون يفعلون أشياء يائسة فعلياً إحنا انولدنا عشان نقتل بعضنا البعض إحنا نضل حيوانات إحنا بس نلبس ملابس يعني قصد لها الفرق الوحيد بيننا وبين الحيوانات يعني ونمشي على رجلين فالمهم هاي السالفة كلها اللي قاعد يقولها يعني إن لأننا ما دفعت يعني نادى منه نادى أحد go ahead not my problem مو مشكلتي إحنا إيش بسوي أنا بعد الورطة هذه والكلام الكبير هذا اللي قاله هذا منه هذا من وصل يا جماعة اللي جالس معانا هني وتوقع سمع الحوار كله هذا اللي صار تقريبا هني أنا حين شو راح أسوي شو الخطة شو الخطة بعد الورطة هذه والجوع اللي أنا فيه بالضبط يقولنا اختيار ممتاز يعني فما في فلوس يعني عندي كافية عشان أتبرع فيها يقول يبدو يعني لما قتلت ذيك المرأة أنت أخذت حياتين بدل حياة واحدة شنو يعني شنو يعني ايش صار؟ شنو هذا؟ صار شيء ما كان عندك فكرة؟ انزين انزين الموسيقى بدأت تصير تخوف زيادة أكثر ايش صاير؟ ايه؟ وهذا ايش عنده؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألو؟ هذا يخوف يا جماعة اللي باين انتظر فترة طويلة يعتذر يعني يقول إنه عنده حل لنا الاثنين وش الحل لنا الاثنين سكين شنو واحد منكم يبي ياكل واحد منكم لازم يموت الموضوع سهل حين منو اللي بياخذ السكين شو يا عم ايش صاير هذا شكله بيرميها علي صح منو فينا اللي راح يموت يا جماعة؟ الضار يا جماعة راح يسوي الموضوع بالحظ، صح ولا لا؟ الله يستر، اي والله الله يستر لا، يا رب ما اموت، يا رب ما اموت، يا رب ما اموت، دقيقة، يا رب ما يختارني. ولا إذا اختارني أتوقع أنا أموت صح؟ ولا إذا اختارني أنا آخذها ما أدري، المهم قاعد يفر 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 لمتى ايش قاعد يصير؟ الله يستر، زين الخيار على من؟ الخيار على من؟ الخيار على من يا أبوي؟ الخيار على من؟ ايش قاعد يصير؟ الخيار على ذاك مو علي يا جماعة معناته مو اللي راح أموت زين ايش بيصير بيخلص عليه دقيقة قول غيره تكفى يا عمي وش المطعم التعبان هذا الخيار عليه وش بيصير الكل قاعد يطالع وينتظر Oh my God الله يرحمك الله يرحمك الطيب ها الله يرحم منه فينا لا يكون حقه ما أدري دقيقة ايش راح يصير ها أنا قاعد أنتظر حددوا موقفكم يا أخي ليش كل شيء بطيء طالعون بعض مبروك لا السكين حقه قول غيرها والله على بال السكين حقي طلع السكين حقه ولازم أتوقع أني أهرب صح؟ أتوقع يا جماعة أن اللعبة الحين بدت معانا رسميا فلهذا أبي منكم زر اللايك إذا تبون حلقة ثانية من اللعبة الحلقة الجاية في الغالب راح نكمل فيها اللعبة بشكل كامل فلهذا لايكاتكم ودعمكم حماسكم عشان نقرر ننزلكم الحلقة الثانية ولا لا أشوفكم على خير إن شاء الله ومع السلامة اللايك أمر مهم طق ولا تهتم انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم يسيطر على أمم ماذا جيشنا يا عم ولا سيارة الصورة تتنقل على كل فم باشتراك تنضم وهذه أسهل وسيلة يه قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة تراك تخليني إنسان سعيد أفرح وأقدم لك أشياء أكثر من جديد أما بنشرك تراك تخليني إنسان سعيد أفرح وأقدم